بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو سوف نتعرف في هذا الدرس على موقع يعني سوف طبعا حل يخلصك من مشكل يعني الإنترنت إذا كانت لديك ضعيفة، حيث يمنح لك تقريبا يعني سرعة إنترنت تفوق أحيانا 900 أو يعني 90 ميجا بايت في الثانية. هذا يسمح لك طبعا الحال بمشاهدة أفلام الفيديوهات وتصفح المواقع بسرعة كبيرة جدا. كنا قد يعني عرفنا العرب بهذا المفهوم بموقع الراب بونتو ايت يعني من قبل، الذي مهمته أصلا يعني الشات المباشر مع الناس، ويعني شرحنا بطريقتنا الخاصة يعني بأنه يمنح لك سرعة الإنترنت. لكن يعني هذا الموقع الآخر أحباب في الله يعطيك ميزة جميلة جدا، وهي أنه يمكن لك تصفح المواقع بشاشة أكبر بخلاف يعني موقع الراب بونتو ايت يعني الذي شرحناه من قبل. بالتالي فكل ما عليكم فعله الدخول إلى الموقع، هو أصلا يعني موقع مخصص للأشخاص المصممين الذين يريدون يعني تجربة القوالب إلى غير ذلك. لكن يعني المميز فيه كما ذكرت أنه تستطيع يعني تصفح المواقع بسرعة كبيرة، حتى لو طول عليكم بعد الدخول إلى الموقع سواء كان بهاتفك أو يعني حاسوبك. وهذا المميز أيضا في هذا الموقع، فقد تضغط هنا لتسجيل حساب جديد، تقوم بوضع أي إيميل. بالمناسبة عندما تنتهي المهم يعني الوقت الخاص بأي إيميل يمكن لك تسجيل الدخول إلى هذا الموقع. سوف يعطيك مجموعة من الإيميلات كما سوف تشاهدون. أستطيع التسجيل يعني بإيميل شخص آخر إلى غير ذلك، يعني سوف تجدون أسفل الفيديو. بالتالي أنا شخصيا سوف أسجل بإيميل أمتلكه، ثم بطبيعة الحال وضع الكود الخاص يعني الباسورد ثم اليوزر نيم، ثم اضغط على هنا للتسجيل. ثم تلقائيا كما سوف نشاهد بعد التسجيل أحبابي في الله، يعني فلن يطلب منك الموقع، هذا هو المميز فيه، يعني لن يطلب منك لا تفعيل أو تأكيد يعني البريد الإلكتروني، فيعطيك مباشرة استعمال الموقع. لهذا يمكن لك الدخول إلى هذا الموقع ووضع عدد الإيميلات التي تريد، ثم وضع الكود الكابتشا وأخذ يعني هذه الإيميلات والتسجيل بها في أي وقت يعني تنتهي المهمة الخاصة بالإيميل الخاص بك أحبابي. فكما تشاهدون يعطيك مجموعة من أنظمة التشغيل لي يعني التصفح بها المواقع، يعني الأندرويد، اليوس، يعني ويندوز فون، الويندوز بجميع يعني انواع. مثلا سوف اختار مثلا ويندوز 8.1، ثم اضغط على جو، ثم اختار المتصفح كما سوف تشاهدون، وسوف يفتح مباشرة. وحتى يعني نشوف سرعة الانترنت التي يعطيها لك يعني هذا الموقع كما سوف تشاهدون. المميز كما ذكرت انه يعطيك واجهة كبيرة بهذه الطريقة. بالتالي سوف اقوم بسبيد يعني اقوم بحساب يعني سرعة الانترنت الخاص بهذا الموقع كما تشاهدون، حتى تشاهدون يعني بطبيعة الحال انه يمنح لك صراحة سرعة الانترنت كبيرة. علينا ضغطت على ستوب، لماذا؟ كما سوف نشاهد علينا ننتظر قليلا. سوف اقوم بعمل اقوم ب اذا كانت تزعجك بطبيعة الحال هذه الصفحة فاقوم بوضعها في الجانب. سوف اقوم بعمل تيست للانترنت على هذا الموقع كما ذكرت، ثم اضغط على هنا ونشوف يعني سرعة الانترنت التي يمنحها لك. وكما ذكرت يمكن لك استغلال هذا الموقع لمشاهدة مثلا الفيديوهات، الافلام، الى غير ذلك بدون انقطاع، وتصفح المواقع بسرعة كبيرة جدا، لاحظوا معي تقريبا 90 احيانا تفوق يعني 100 ميجا بايت في الثانية على مستوى سرعة يعني الرفع. بالتالي فيمكن لك يعني تصفح المواقع بسرعة كبيرة احبا في الله. مثلا سوف أضع إجلي 5 مثلا، إجلي 5.com، ثم أدخل إليه كما سوف تشاهدون، يتم الدخول بسرعة كبيرة جدا أحبابي في الله. فهذا هو موضوعنا لهذا اليوم أحبابي في الله. هذا الموقع كما ذكرت يمكن لك استغلاله في أي وقت انتهت يعني المدة الخاصة بالإيميل الخاص بك، فعد مباشرة إلى هذا الموقع الذي سوف تجده أسفل الفيديو، وأخذ يعني أي بريد إلكتروني موجود هنا لأشخاص حول العالم وتسجل به، فلن يطلب منك تأكيد يعني الحساب أحبابي في الله. شاهدتم قبل قليل بأن سرعة الإنترنت تقريبا 92، حتى نؤكد يعني بأن سرعة الإنترنت هذه خاصة كما ذكرت
خاصة بهذا الموقع، خاصة بخوادم يعني وسيرفرات هذا الموقع. فسوف الحين يعني شخصيا على صفحة على حاسوبي سوف أقوم بقياس سرعة الإنترنت الخاص بحاسوبي، وسوف تشاهد بطبيعة الحال اختلاف، لأنه كما ذكرت هي سرعة الإنترنت. لاحظوا معي على حاسوبي أنا شخصيا 156 لسرعة الإنترنت بطبيعة الحال التي أمتلكها، تقريبا 300 على الهواتف، 159 يعني في الحواسيب. وكما ذكرت يعني هذا الموقع رائع جدا، سوف يفيدكم كثيرا يعني بالنسبة للإخوان الذين يواجهون المشكل في الإنترنت. رابطه سوف تجدون أسفل الفيديو، ورابط الحصول أيضا على الإيميلات في أي وقت تريد التسجيل سوف تجده أسفل الفيديو. أراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة، لا تنسى دعمنا بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع، وأيضا زيارتنا على موقعنا www.5.com والإنضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حوال1981 فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.